للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من لندن الكاتبة الصحفية الأستاذة عزة الزفتاوي. أهلا بك أستاذة عزة. هذا حدث تاريخي لا يتكرر كثيرا في المملكة المتحدة، كيف تبدو الأجواء في لندن ونحن على بعد ساعات قليلة من هذا التتويج للملك تشارلز الثالث؟ مساء الخير. أولا طبعا بالتأكيد هذا حدث هو الأول من نوعه منذ 70 عاما، حفل تتويج الملك تشارلز الثالث رسميا كملك لبريطانيا. يتم تنظيم مراسم ملكية ضخمة غدا السبت. المراسم بالتأكيد لها طابع مختلف، هذا هو الأول بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي تم تتويجها قبل 70 عاما كملكة للمملكة المتحدة. حفل تتويج الملك تشارلز غدا سيكون حافلا بالرموز والتقاليد والأعراف الممتدة لقرون اشتهرت بها بريطانيا، وهي أيضا يعني تؤكد على هذا الحدث التاريخي اللي تنفرد بها المملكة المتحدة لتضفي الشرعية على الملك البريطاني الجديد الذي يحكم حاليا المملكة المتحدة و14 دولة أخرى منها كندا وأستراليا. بالتأكيد القادم إلى لندن الآن يلفت انتباهه انتشار الأعلام والرايات في الشوارع الرئيسية والشوارع التي سوف تشهد انطلاق الموكب غدا في الساعة 11 بالتوقيت المحلي صباحا، مرورا بقصر بيركنغهام حتى كاتدرائية ويستمنستر أبي. رفعت صور الملك تشارلز وأيضا قرينته الملكة كاميلا التي سيتم تتويجها غدا ملكة، سوف تمنح لقب ملكة بدلا من لقب الملكة القرينة الذي كانت قد منحته لها الملكة إليزابيث الراحلة العام الماضي. ما هي مساحة اهتمام المواطنين أستاذ عزة بهذا الحدث؟ نحن نعلم يعني ما الذي تمثله الملكية بالنسبة للمواطن في بريطانيا؟ يعني دعني أقول لك إنه هذا الحدث بيقام وسط أزمات اقتصادية بتشهدها المملكة المتحدة حالياً. يعني هذا الحدث طغت عليه عناوين رئيسية وأزمات في مقدمتها ارتفاع معدل التضخم بشكل غير مسبوق منذ 40 عاما، وأيضا أزمة الطاقة وغلاء المعيشة وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. يعني أبرز استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف عشية هذه المراسم أثر أنه 64% من البريطانيين لديهم اهتمام ضئيل بين قوسين بهذه المراسم التاريخية أو تتويج الملك تشارلز، لأنه كما يقول هذا الاستطلاع أو النتيجة تقول أنه البريطانيون الآن مهتمين بالأعباء المالية اليومية وارتفاع تكلفة المعيشة، وبالتالي طغت هذه الأزمات. ولكن هذا لا يمنع أن هناك شريحة كبيرة من البريطانيين عبر المملكة المتحدة لديها اهتمام كبير بهذه المراسم التي ربما لا تتكرر كثيرا. نحن نعلم أنه البريطانيين موجودين الآن على قيد الحياة، إما هم من الشباب أو لم يولدوا قبل 70 عاما، وبالتالي لم يشاهدوا مثل هذه المراسم التي سوف يتابعها الملايين في المملكة المتحدة وأيضا في عدد كبير من البلدان حول العالم الذين بالفعل لديهم اهتمام كبير وشغف بمثل هذه المراسم التي تتسم بالأبهة والفخر. أستاذ عزة، ما هي أبرز الأسماء الحضور الرسمي غدا من رؤساء وزعماء في العالم محط الاهتمام الإعلامي هناك في لندن؟ يعني قصر بيركنغهام الملكي أعلن أنه تم توجيه الدعوة لأكثر من 2200 ضيف يمثلون دولة، فضلا عن المجتمع المدني ومنهم من هم حائزون على جائزة نوبل بمختلف تنوعاتها. أستاذ عزة، وأيضا نعم وأيضا هناك رؤساء دول الكومنولث ووزراء خارجية. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سوف يحضر هذه المراسم ويشارك فيها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. الدكتور مصطفى مدبولي وصل بالفعل إلى العاصمة لندن، سوف يحمل التهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملك تشارلز الثالث وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة. هناك كثير من الملوك ورؤساء الدول الذين وصلوا بالفعل إلى العاصمة البريطانية
تم الإعلان عن أنه الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يحضر هذه المراسم، وسوف تحضر زوجته وحفيداته نيابة عنه. نعم، من العاصمة لندن الكاتبة الصحفية عزة زفتاوي، شكرا جزيلا لحضرتك.